برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس جلسته التي رفعت معاليها من خلالها أسمايات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين، مشيدة بالدور الكبير لصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين في تطوير المؤسسة العسكرية. بمناسبة يوم المرأة العربية، أشادت معاليها بما حققته المرأة البحرينية من تقدم في كافة المجالات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى، وثمنت دور الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم تقدم المرأة، ومشيدة بجهود سمو قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة والإنجازات الحضارية التي حققتها المجلس. ثم وافق المجلس على الإصرار على قراره بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وعلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية. رفض المجلس مشروعا بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري حول تعريف المستفيد النهائي. ثم قرر المجلس إرجاع تقريرين إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة. الأول يتعلق بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 15 مكررا إلى قانون الخدمة المدنية، والثاني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إعالة محروقات. كما وافق المجلس على اقتراح بقانون بإضافة بند إلى الفقرة 1 من المادة 18 من قانون الأجانب، وعلى الاقتراح بقانون بشأن منح إعالة طفل لكل رب أسرة بحريني، وعلى الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وتمت إحالتها إلى الحكومة الموقرة.